أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود عجز في الموازنة المالية لعام 2020 يصل إلى 72 تريليون دينار. وقال عضو اللجنة جمال كوجر أن الموازنة القادمة ستشهد عجزا غير مسبوق ومخيفا جراء توقف حركة الاستثمارات في البلاد وزيادة الموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية. وأكد النائب جمال أن هذا العجز مرتبط أيضاً بوجود موظفين وهميين يتسلمون رواتب دون عمل، فضلاً عن فقدان الحكومة سيطرتها على إيرادات المنافذ الحدودية وذهابها لجهات أخرى ميليشياوية وسياسية. أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سالم الطفيلي أنه لا يمكن توفير بيئة آمنة للمستثمرين في العراق بسبب فساد القوى السياسية. وقال النائب سالم الطفيلي أن توفير بيئة آمنة للشركات الاستثمارية يمثل تحديا صعبا في ظل وجود فساد مشرع في البرلمان والأحزاب السياسية. كشف مجلس القضاء الأعلى عن محاولات لوزارة الداخلية بإغلاق ملف التحقيق المتعلق بفساد صفقة شراء مركبات من نوع ميسيو بيتشي التابعة للوزارة. أضاف المجلس في تصريح له أن محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة أصدرت أوامر استقدام وقبض ضد أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد، لكنها فوجئت بورود كتاب من المفتش العام بوزارة الداخلية يطلب فيه إغلاق التحقيق بالصفقة بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات. أكدت وزارة الصحة وجود تلاعب وهدر بالمال العام في مديرية صحة صلاح الدين يقدر بنحو 1.5 مليار دينار. وقالت مفتشية الوزارة إن فريقها كشف وجود مخالفات إدارية ومالية وتلاعب في عقود المشتريات في دائرة صحة صلاح الدين للعام 2018 والبالغة 41 عقدا تشمل أجهزة كهربائية ومستلزمات طبية وأثاثا ومواد أخرى وعقود خدمات غير مطابقة للمواصفات أو فيها مغالاة في الأسعار. أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ضبط أكثر من 10 أطنان من الأدوية مجهولة المصدر في المحافظة. وأكدت دائرة الصحة إغلاق العديد من الصيدليات وضبط أدوية مجهولة المصدر من قبل فرق الرقابة الصحية، لافتة إلى أن مراكز الأقضية والنواحي في المحافظة لا تزال تعاني من ظاهرة الصيدليات الوهمية التي تؤثر على صحة المواطنين. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.